بعد وفاة حسين قلت أعيش أسعد أيام حياتي، وللأسف اتحولت لكابوس كبير قوي يعني. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. حلقة اليوم هنتكلم فيها عن قصة مدام عالية. القصة واقعية حصلت بالفعل في دول الخليج. القصة بتقول: أنا اسمي علياء، يوم الزفاف بكيت كتير، كنت بعيط كتير قوي، مش عشان اللي أنا هسيب بيت أهلي واروح بيت تاني، كان الناس مفكرة كده، بس اللي كان جوايا اللي انا كنت هسيب الراجل اللي انا بحبه واللي اهلي رفضوه عشان فقير، وفضلوا يجوزوني الراجل غني واجبروني على ذلك، وبين الضغوط دي وافقت اللي انا اتجوز الراجل الغني ورضيت بالامر الواقع، ولكن قررت يومها ان الراجل ده مش هيشوف يوم حلو في حياته معايا، وبقيت اعامله معاملة وحشة خالص، وهو كان بيعمل حاجات كتير عشان يرضيني، بس ما كانش بيلاقي المقابل غير اللي انا عامله معاملة وحشة، وكنت بطلب اي حاجة كان بينفسها لي بالامر، كنت انا اللي باخد القرارات كلها وهو ما عليه الا التنفيذ، كنت اطلب منه المال باستمرار عشان انا عاوز ابقى حياته كلها جحيم، واما كان بيسافر سفرية تبع شغله كنت اقول له لازم تجيب لي هدايا معاك، ولو ما جابش هدايا معاك كنت بشتمه، وجعلت من جوزي رجل الاعمال الناجح بقت ضحكة على كل لسان في شركته، بدأت اصحابه بتناديله تحت مسمى زوج الست، وكان هو بيبتسم اما بيسمع الكلمة دي، يقول اللي بيحب حد لازم يعمله اللي هو عاوزه ولازم يعمله اي شيء عشان يرضيه، ورغم ذلك كان كل محاولاته لإرضائي، بس أنا كان بيزيد كره ليه وكنت بعمله وحش قوي، وكنت باخد منه فلوس لا تتخيل أي حد. ومرت السنين بعد الزواج، لقيت حبيبي السابق اللي هو كان متقدم للفقير اللي أهلي مرضوش بيه، ساعتها ما ترددتش ولا لحظة اللي أنا أخون جوزي معاه، لان اعتبرت دي من حقي، والمضى ده كله من الذل اللي انا عشته، ما رضيتش اطلب الطلاق، قلت هخسر حاجات كتير ومن ضمنها الفلوس اللي انا كنت باخدها. المهم عشت مع حبيبي الاولاني فتره، واصبحت معدومه الاحساس والشفقه على جوزي، بل انا كنت بعمله بشراسه وانتقب منه قوي، كان مر على زواجنا 30 سنة وبعدها توفى زوج حسين فجأة بصدمة قلبية مات، لم أحزن عليه خالص عشان أنا ما كنتش بحبه، ولكن مع السنين دي تعودت على كده يعني، حاولت أنزل دمعة واحدة ما قدرتش، كان كل هدف اللي أنا أخد المال وعيش أنا وحبيبي على طول، بس اللي حصل بعد وفاته كانت الفجأة والصدمة، ما كنتش متوقعة كده خالص يعني في حياتي، كنت رسمة في خيالي حاجات كتير وما كنتش متخيلة اللي حسين هينتقم مني الانتقام ده، اللي كنت اقوله يمين يمين شمال شمال وما كانش يجرؤ يرد عليا بكلمة. المهم واحنا في الجنازة لقيت ست معاها شاب كده منقبة، دخلت علينا وسألت قالت فين مرات حسين، فالناس كلها شاورت علي وقالوا هي دي، فقلت لها ايوه عاوزة ايه، قالت لي انا فاطمة مرات حسين ودي ابني. بصراحة انا ما فهمتش منها حاجة، فأكدت لي اللي جوزي اتجوزها من فترة، ذهب اولادي عشان يتأكدوا من صحة الأوراق وصحة كلامها إن فعلا جوز اتجوز ولا لا، فلقيته طارق معاها رسالة كاتب فيها: عزيزتي علياء، إذا كنت تقرأي هذه الرسالة فهذا يعني إن أنا غير موجود على قيد الحياة، وإن حبيبتي عمري فاطمة جاءت إلي. اتخيلت كنت غضبانة جوي يعني من الرسالة وأنا بقراها، أتخيل كم أنت تغضبي الآن ولم تتوقعي إن جوزك المطيع
هيعمل كده، الخاضع لكله اللي هو يعصيك او يتجوز عليك بالسر. فعلا انا عملت كده لان عشت معاك في اسود ايام حياتي وحولت حياتي الى جحيم. حتى انت عملتيني تعاملت مع رجل تاني غيري وخلتيني ضحكة الناس، ولكن صبرت حتى لأهدم البيت وحافظ على استقراره. وعارف ايضا ان انت هتحرمي فاطمة وابني من الميراث، هتحرمهم من الميراث وهتاخدوا كل حقهم كله، ولكن كونوا مطمئنة انا عملت حسابي وقمت ببيع البيت واسهم الشركة لها كلها برمز بمبلغ رمزي. وفور انتهاء الجنازة ستغادر تسيب البيت وتترك الاولاد مع حبيبتي دون ان تاخد اموال، لاني اعلم جيدا بانك المال اللي هتاخدها تصفيه على حبيبك الاولاني، وان ولادها هيحافظوا عليه اكتر منك، فانت لا تحتاجي الى مال يا عزيزتي، يحصد ما زرعتيه فقط. طبعا ده كانت قصة واقعية حصلت يعني. فهل من رأيك انت يعني كمستمع او مشاهد للفيديو ده او سمعت القصة، ايه رأيك في تصرف الزوج اتجاه الزوجة الاولى اللي علياء؟ هل كده صح بعد ما هي حولت حياته لجحيم بسبب يعني حاجة اهلها رفضوها فرض عليها الزواج منه يعني؟ بدأت تعمل الزوج التاني اللي هو بيعملها على كفوف الراحة وكان بيتلبى كل طلباتها يعني معاملة سيئة. فطبعا الزوج لجأ للزوجة التانية يعني اللي لقى فيها الحب والحنان، فعارف اللي دي كانت هتضيع امواله كلها يعني، فكتب البيت والاسهم بتاع الشركة للزوجة التانية. فياريت تكتب لنا تعليقك، اعرف لنا يعني، قول ايه رايك في القصة، هل من حقه صح اللي هو عمله ده ولا لا؟ وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.